رئيس النصر يؤكد أن مفاوضات المطوع شائعات لإشغال الجماهير، والصافرة الإيطالية تضبط نصف نهائي الأبطال، الهلال يجهز المرشدي والفريدي لموقعة الأهلي، وعضلة الفخذ تجبر الجبال على إبعاد الحمداني قبل مواجهة النصر. النويصر يرأس الاجتماع التأسيسي لرابطة دوري المحترفين لأندية الدرجة الأولى، والاستعانة بالأجانب تواصل حجب الحكام المحليين على لقاءات الموسم. خميس والنصر يفجران أزمة بين إدارة نجران وشرفيين، واكتمال الصفوف ينبئ بمواجهات نارية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شوت. أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن إدارة نادي لم تفاوض الدول الكويتي بدر مطوع لاعب فريق القادسية الكويتي الأول لكرة القدم من أجل الانضمام إلى الصفوف النصراوية حسب ما تنقلته الأوساط الرياضية التي أشارت إلى تلقي إدارة القادسية عرضا نصراويا لضم اللاعب. وقال الأمير فيصل وقال الأمير فيصل بن تركي عبر صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المطوع لاعب كبير ولكن لا يوجد لديهم نية للتعاقد معه، مشيرا إلى أن فريق النصر يضم في صفوفه لاعبين صغار في السن يلعبون في الخانة ذاتها التي يشغلها المطوع مثل سعود حمود وعوض خميس. وصف رئيس نادي النصر الأخبار التي تحدثت عن مفاوضات نادي اللاعب الكويتي بالشائعات التي يعرفون من يقف خلف ترويجها من أجل إشغال الجماهير النصراوية عن المباراة الأهم للفريق أمام الفتح في نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال. كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم إيطالي لقيادة مباراة فريقا الهلال والأهلي ضمن الأهاب دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بعد غد الاثنين. ويتألف طاقم التحكيم من حكم الساحة أندري روميو، وحكم مساعد أول فابيو جالوني، وحكم مساعد ثاني روبرتو كارير، فيما سيتولى مهمة الحكم الرابع أكرمان روسو الذي ينتظر أن يقود لقاء النصر والفتح في اليوم التالي على أن يكون حكم الساحة الذي أدار لقاء الهلال والأهلي رابعا. وعلى صعيد الاستعداد لأولى مواجهات نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، تقدم ماجد المرشدي وأحمد الفريدي لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم زملائهم في الحصة التدريبية الصباحية التي أجراها الفريق صباح اليوم على ملعبه تأهبا للقاء الأهلي، وذلك بعد أن تعافى الأول من النزل المعوية وزالت ألام الركبة للفريدي، بينما يواصل اللاعب سلمان الفرج تلقي الجرعات العلاجية في العيادة الطبية. ويختتم الفريق تدريباته مساء غد الأحد بحصة سرية مغلقة أمام جماهير ووسائل إعلام قبل دخول اللاعبين للمعسكر. يرأس محمد نويصر رئيس رابطة الأندية السعودية المحترفة الأربعاء المقبل الاجتماع التأسيسي الأول لرابطة دوري المحترفين لأندية الدرجة الأولى بعد إقرار اتحاد الكرة تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري محترفين، وذلك بحضور ممثلي أندية الدرجة الأولى الرئيس أو نائب الرئيس أو الأمين العام لكل نادي. ويتضمن الاجتماع تسمية ممثلي أندية الدرجة الأولى في مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين لأندية الدرجة الأولى تمهيدا لاعتماده وتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اللائحة التنظيمية للرابطة ورفعها للاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتمادها، بالإضافة إلى معرفة آراء وجهة نظر الأندية على زيادة عدد أندية الدرجة الأولى وكذلك تقسيمها إلى مجموعتين وما يتطلب هذا من إجراءات مالية بجانب الاتفاق على الحقوق التجارية للشركات الراعية التي سيتم توجيه الدعوة لها لرعاية الدوري بحيث يصبح مسمى الدوري يحمل اسم الشركة الراعية. وينتظر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لفتح مظاريف الرعاية وكذلك بحث تصميم وتسجيل شعار لفريق كرة القدم لكل نادي واستقلاليته من الناحية المالية والإدارية عن ميزانية النادي ومناقشة رغبة الأندية للسماح بلاعب غير سعودي، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين المحترفين السعوديين من 8 إلى 11 لاعب كحد أدنى، مع التأكيد على أن جميع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع خاضعة للتصويت من ممثلي الأندية.
اضطر تونسي فتح الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم إلى إخراج لاعب فريقه حمدان الحمدان من الحصة التدريبية التي أجراها على ملعبه بعد شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. وعلى الرغم من تأكيد طبيب النادي أن الإصابة ليست مقلقة، إلا أن الجبال فضل إراحة اللاعب خوفا من تفاقم الأوضاع، في حين ركز خلال تدريب اليوم على نواحي تكتيكية البحتة واللعب في المساحات الضيقة، بالإضافة إلى لاعب الكرة من لمسة واحدة، وذلك رغبة منه في تضييق الخناق على لاعبي الفريق النصراوي خلال اللقاء المرتقب الثلاثاء المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال.